كل مرة اللي يحس بروحه عنده عارض اللي يخليه يشك انه كوفيد عنده كوفيد لازم يروح يشوف طبيب. ماهوش الحالة تركي تشابه، يقدر يكون واحد ما يشمش ولا الاخر وهو عنده مرض واحد اخر، يقدر واحد دونك هذا غير طبيب اللي يقدر يحكي له كل يعني اللي يقدر يسأله على كل الاعراض اللي يقدر يتبعوا هذاك المشكل اللي عنده باش يعني ينصحوا كما يستلزم. الحل الوحيد انه الانسان يتقرب من عند الطبيب، يروح للطبيب هو اللي ينصحه واش من التعيير اللي يدير، واش من التحليل اللي يدير، يقدر يعطي له التحليل تاع الدم، يقدر يقولوا يديروا لازم دير لا بي سي ار، هذو تاع اللي يديروا في وجهه يعني المصلحه اللي تقدر دير له، يقدر يقولوا دير سكانر داكور. هذه الامور كل ما يقدرش الواحد يعطي مثلا نموذج هكذا الناس كل تطبقوا، لا كل حاله بحالتها. المعاونة الأولى فهي في احترام الإجراءات الوقائية اللي تخلي الفيروس هذا ما يمشيش بزاف وما يمدش بزاف المرضى باش تخلي السبيطار شوية يكون ان بو سولاجي. الماسك راكم تشوفوا اللي بدينا نهضروا كاع مع بعض كي نتوما كي احنا هنا نخدموا هنا كاع لي ماسك لازم تكون الحالة هذه نفس الشيء وين ما نكونوا،